السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حد يعرف انك هنا؟ لا. طب اخوك غريب يعرف؟ لا ما يعرفش. في ايه يا عمدة؟ قلقتني. ابدا. امبارح الغفر مسك واحد كان عمال يحوم في البلد، شكله مش ولا بد، وكان بيسأل عليك. طب وايه اللي حصل؟ جبته هنا وما سبتوش الا لما جررته بكل حاجه. وقال لك ايه؟ ابدا. قال لي ان في واحد في بلاد بره انت واكل عليه فلوس، وبعته هنا عشان يدله على عنوانه ويروح يبلغ الراجل. هو اكون قلت له يا عمده؟ عيب عليك، مش انا اللي بيع اهل بلدي. طب الحمد لله. انا قلت له انك مسافر بره مصر. ربنا يخليك يا عمده، كتر خيرك. بس انا زعلان منك وعاتب عليك. يعني انت رايح بلاد بره تاكل عيش ولا رايح تنصب على الناس؟ انا ما نصبتش على حد يا عمده، ده مبلغ انا خدته من واحد عشان اعمل بيه مشروع على منزل مصر، والفلوس اتسرقت مني في انجلترا، فقلت اهرب واجي اتدرن اهو، عشان انا الشخص اللي خدت منه الفلوس ده بيطاردني في كل حته. انا قلت الخطر بعيد عني بس شكله بيقرب تاني. خطر وانا موجود؟ شوف اللي يمس شعره منك ما يكفنيش موته. انا مش هعرف احمي اهلي وناسي وليه، يبقى ماليش عازه اسيبها وامشي. ربنا يخليك لنا يا عمده، يا رب ما يحرمنا منك ابدا. بقول لك ايه، انت ما تقدرش تسد الفلوس دي؟ اسد ايه؟ بس انا ما اعرف اسد المبلغ. طب ايه اللي يخليني اهرب واجي هنا؟ المبلغ كبير قوي. ان شاء الله تتحل، ما تشيلش هم، ما تشيلش هم. قوم انت روح دلوقتي، بس خلي بالك لا يكون حد قطرك كده ولا كده. انت عارف ولاد الحرام ما خلوش لولاد الحلال حاجه. للاسف يا اخي بقى عندنا ازمه في الاخلاق. يعني اسيب الخطر هناك يجي لي هنا؟ طب اقول له ايه لغريب ولا اعمل ايه؟ ولو قلت له هيقلق وهو مش ناقص، ولا اسيب البلد وامشي؟ طب هروح فين بس؟ حلها من عندك يا رب. ادخل. تعالي حبيبتي. في ايه؟ هو في حاجة حصلت يا بابي من ساعة ما جيت من بره وانت متغير؟ لا يا حبيبتي لا، مفيش حاجة. أنا بس ما نمتش كويس، تقلقيش عليا. روحي تلعبي مع فاطمة. حاضر.